بعد كده هنعمل اكسبورت برنامج الايتابس عشان التعامل مع الوولز بيبقى اسهل في برنامج الايتابس. هنقول له سيف. دوم ويز سلندر بيس ونقول له، وهنيجي نقول له فايل اكسبورت اي اف سي. احنا هنصدر الكوردينيشن المعماريه الوحدات متر وكيلو نيوتن، وهنا بيقول لنا انه هيصدر 480 شيل اليمنت. هنا هنصدره بنفس الاسم بس هيبقى امتداده اي اف سي، وهنقول له اوكي. هنقول له اوكي. بعدين هنيجي على برنامج الايتابس نقول له فايل امبورت اي اف سي فايل. هنا هنقول له براوز دوم ويز سلندر بيز ونقول له اوبن. هنا قايل لنا انه استورد 180 وول و300 شيل او 300 سلابس. هنقول له امبورت. كده هو خلص. هنقول له اوكي. يبقى كده احنا صدرنا الموديل من الساب للإيتاب، وهنا نفس التقسيمات. الارتفاع ده لو بصينا تحت هنلاقي زد بيدينا 6 متر، عايزين بقى نخلي الارتفاع الاف ده ب 8 متر. هنشيل بس الهوريزون الاول. هنقول له جلو جوينتس تو جريدز، يعني لما نعدل الجريد اي جوينت مرتبطه بالجريد هتتحرك مع الجريد. وهنقول له اد او موديفاي جريد.